الخيرات فعلا كنت عارفوا بان الخيرات المملكه المغربيه كما تفضل السيد المدير في المجهودات الدوليه في الائتلاف الدولي لمكافحه وتحييد المخاطر المرتبطه بالتنظيمات الارهابيه جعلوا عرضه للتهديد المزدوج. هناك التهديد الخارجي الدولي لانه كما لاحظتوا مجموعه تنظيم القاعده تنظيم داعش اصدر مجموعه من 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 من, من الفتاوى اللي كتحرض على مهاجمه المغرب. وهناك ايضا التهديد الداخلي اللي هما الخلايا اللي كتنشط في اطار ما يسمى بالجهاد الطالب. فهاد هاد 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 التهديد حنا كنتعاملوا معاه دائما بمنطق زيرو توليرونس، اي لا تسامح مع اي تهديد كيف ما كان. والحمد لله بلادنا بفضل المجهودات اللي كتقوم بها المديريه العامه للامن الوطني والمديريه العامه للمراقبه التراب الوطني تمكنت من تحييد تقريبا 99% من المخاطر على طيل هذه السنوات. كانت عندنا للاسف في هذه الخمس سنوات او الست سنوات الاخيره العمليه المعزوله اللي كانوا داروها في إمري في النواحي ديال مراكش، وكانت هذه العمليه هذه، ولكن الحمد لله للاسف انها اودت بحياه شرطي، ولكن تم الوقت ديالها والتحليل ديالها قبل ما تقوم بمخاطر اخرى. اي ان اللي بغيت نوصل له الفكره اللي بغيت نوصل لها وهو مخاطر التهديد الارهابي دائما قائمه، لان هناك تهديدات قادمه من الخارج. كتعرفوا بان المحيط الاقليمي ديال بلادنا راه مطبوع وموسوم مجموعه من الاضطرابات لا في منطقه الساحل ولا في منطقه الصحراء. ايضا عندنا شريط حدودي كبير اللي كنقوموا بالتنسيق مع جميع السلطات المغربيه، كنقوموا بالتحصين ديالو باش نحاولوا ما امكن نصدوا اي تسلل محتمل، لانه كما كتعرفوا اكبر تهديد الان راه هو التطرف السريع والعوده المفترضه لاعضاء التنظيمات الارهابيه اللي كينشطوا في منطقه الساحل او في المعاقل الاخرى ديال 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 تنظيم داعش. هذا بالنسبه لهذه المساله. بالنسبه للتطرف السريع، الى لاحظتوا الاحصائيات اللي كشفت عليها المديريه العامه للامن الوطني المديريه العامه لمراقبه التراب الوطني مؤخرا، تمكنا من توقيف حوالي 100 شخص في هذه السنوات الاخيره لانهم كلهم كينشطوا في اطار ما يسمى بالارهاب المعلوماتي، اي انهم كيقوموا ببث دعايات تمجد تستقطب تجند العمليات الارهابيه. اذا حنا كنحاولوا ما امكن نعملوا على المستوى السيبراني للحد من هذا لتجفيف هذه البيئه هذه اللي هي بوبيس اللي هي اللي كتفرز لنا هذا النوع من الاستقطاب السريع. وحنا الحمد لله استطعنا ننجحوا بشكل كبير في هذه العمليه هذه. بالنسبه للاستاذ منير كتاوي، متفق معك كاين كيما تطور الارهاب تطوروا التكتيكات ديال العمليات الارهابيه. فهاد الناس هادو كيبحثوا على الطريقه البشعه للترويع والترهيب. الى هاد الشخص هذا نفذ الجريمه ديالو بشكل عادي ما غيحققش دوك الاهداف ديالو اللي هو الترويع وبث الرعب. هاد الناس هادو يحاولون تقويض العقيده ديالهم بين ضفرين، العقيده ديالهم هي تقويض مرتكزات النظام العام، وتقويض مرتكزات النظام العام لن يتاتى الا من خلال الترويع والترهيب. وهذه المساله هذه كتجلى وكتمثل في فاش؟ في طريقه القتل وفي طريقه التمثيل بالجثه. لهذا هاد الناس هادو لجؤوا الى هذه العمليه ديال اضرام النار حرقا في, 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 في الشهيد اللي كنحتسبوه شهيد عبد الله الله يرحمه ويتقبلوا قبول حسن في هذا النهار هذا. بالنسبه للاستعانه بالكاميرات، حنا سريه البحث كتفرض علينا اننا ما ندخلوش مجموعه من الامور اللي النيابه العامه هي اللي كتشرف عليها الان. ولكن اللي بغيت نقول لكم بانه المديريه العامه للامن الوطني والمديريه العامه لمراقبه التراب الوطني لن تتهاون في حمايه موظفيها. وحنا كنقوموا بمجموعه من الامور لتحصين الموظفين. فعلا حنا كنخدموا في واحد خط الناس ما بين حقوق والحريه ديال الناس، ولكن تسلم الموظفين هي اولويه عندنا. لهذا حنا كنبحثوا الان على المديريه العامه حدثت هذه الاسلحه البديله باش اولا نضمنوا السلامه ديال الموظف ونضمنوا السلامه ديال المجتمع فيه، لان حنا العبره ماشي هو تحييد الخطر. حنا كنحاولوا نلقيو القبض على
المتهم ولا المشتبه فيه باش نحققوا معاه باش العداله تستجمع جميع المواطنين. حنا ماشي بحال شي تجارب اخرى اللي كتقوم بالتصفيه، حنا دوله كتشتغل في اطار القانون. الهدف ديالنا هو تحييد الخطر ولكن دون الاخلال باي شكليه من شكليات القانونيه. بالنسبه